الحاجه الاولى اللي نديروها اننا نتريو، كي نتريو تسمى نديرو اي حاجه في بلاصه، لي سيرفيات وحدهم، لي دراليوس وحدهم، لي سيرفيات صغار وحدهم، كل حاجه تكون وحدها. الحاجه الاولى اللي غادي نديرها بعد ما غادي ندخل هنايا اللي هي نتري. واش نتري؟ المنشافات ولي سيرفيات وحدهم، لي درا وصوالا كاع واش كاين وحدهم، وهادو هما لي شاريو اللي رايحين نترياو فيهم. راه كان بزاف لي شاريو دوك نتعرفوا بهم. المنشفات الصغار عندهم الشاريو تاعهم وحده، ها هو هنا. وهادو يعاودوا يروحوا للشاريو واحد اخر باش يطلعوا لي شامبر. وكل ماتير ولا كل تيسي عنده البرودوي تاعه سبيسيال. وقبل هذا راح نهضروا على البوا، باسكو علاش حنايا كي نقولوا علاش توزن ولا ابيبري هكا عينك هي ميزانك كيما نديروا في الديار، لا هنا كلش حسابات. يعني الا كان لاباراي ترفد 70 كيلو راح نديروا 70 كيلو، الا لاباراي ترفد 55 كيلو راح نديروا 55 كيلو. كي سقسيت عليه يا جماعه لقيت باللي سي امبورطون. تخيلوا نتوما ماشينه كبيره تحط فيها تقشيره مثلا ما تنغسلش، علاش؟ هذاك لو فروتمون تاع القش مع سخوه من نوس روال مع تريكو مع هذه هو اللي يغسل. اه صافي وانا حسبها غير هاك وصافي، على بالي باللي السيستم وعلى بالي باللي تاني لو بوا عليها وكيفاش ومن بصح شوالا هذه تاني عندها دور كبير.